هذا واحد فوكونت حتى هو كيقول لك الغازوال هنا في فرنسا. ها هو الغازوال شحال تساوي؟ 1.91 يورو. انت سي احنوش مسك حنش، انت شوف الغازوال شحال داير هنايا، 1.99 يورو. 1.99 يورو. هاد البومبة هنايا الشاب الشاب مزيان، نوريك واحد البومبة اخرى راهي لي راهي واحد البومبة اخرى شحال ساوية، 1.91 يورو. هادي في فرنسا، فرنسا اللي الاقتصاد عندها طالع. هادو السميك ديالهم 1.5 مليون. سمعتيني السي احنوش؟ وحده حدا وحده كاينه المنافسه، الشاب كل واحد داير ثمن راهي الخاوي حيت غاليه، وهادي كيمشيو ليها الناس حيت رخيصه شويه. السي احنوش اشنو نديك لشي بلاصه اخرى؟ السي احنوش تشوف ثاني، نديك لشي دوله اخرى تشوف ثاني الاثمنه، ماشي مشكل والله تنديك بالرب، صبر معايا احنوش انا غادي نديك دابا. مع العلم ان الاقتصاد ديال فرنسا من اقوى 10 اقتصادات في اوروبا وفي العالم. اضف الى معلوماتك احنوش. هاي واحد ستاسيون وحده اخرى ثاني، شوف الثمن ديال الغازوال شحال داير وليسونس، هاي زايده ناقصه عليهم ثاني. هاد المنافسه، شي منافسه، كل واحد كيدير الثمن اللي بغى يبيع يبيع، ماشي ثمن واحد. سي احنوش باقي ما ديتك شي دوله اخرى، حنا باقينا في الدوله اللي قلنا في الاول. انا احنوش نزيدك هادي احنوش، شوف هاد ستاسيون احنوش، شوف البري ديال الغازوال احنوش، 1.81 يورو الشيعه، يعني داير بحال قلتي 18 درهم. وفين هادي؟ عرفتي فين هادي احنوش؟ هادي اسيدي في لوكسمبورغ، لوكسمبورغ اللي هي اغنى دوله في اوروبا، الناس عندهم الفلوس ما شاء الله. نزيد نزوم لك على الثمن ليه باش تبان لك مزيان الشيعة راهي. انا روك تخوف لو غازوال السي احنوش، اقوى اقتصاد في اوروبا وفي العالم، هادي اغنى، ماشي اقتصاد، هادي اغنى، لاباس عليهم جمعانين فلوس. يعني هنايا دير البلان، دير جوج، دير ثلاثه، ما كاينش مشكل. شوف تقراها مزيان احنوش.